وقد قرر العلماء رحمهم الله تعالى أن أفضل ما يشتغل به في هذه الأيام العشر، أعني عشر ذي الحجة، أربعة أعمال. أول هذه الأعمال لزوم المساجد وكثرة المكث فيها، ومن لزوم المساجد الاعتكاف فيها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في العشر الأواخر. والعمل الثاني الذي يتأكد في هذه العشر أن المرأة يعنى بكتاب الله عز وجل وقراءته، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في قراءة القرآن في شهر رمضان، وكان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها، وفهم من ذلك التابعون ومن بعدهم زيادة قراءة القرآن في العشر الأواخر، حتى إن بعضهم كان يختم في كل يوم ختمه. العمل الثالث الذي يكون أفضل من غيره من الأعمال وهو قيام الليل وكثرة الصلاة فيه، فإن من صلى الليل في هذه العشر الأواخر فإنه مغفور له ذنبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. العمل الرابع الذي يتأكد هو الذي سنتحدث عنه في هذا المساء، وهو الدعاء. فإن للدعاء في رمضان عموما خصيصة، وفي آخره تأكيد أكثر من غيره.